أكدت هيلي على أن إيران تتلاعب بمجلس الأمن وتجري تجارب لصواريخ باليستية خلافا للقرارات الدولية، مطالبة المجلس الأمن بتغيير سياساته إزاء طهران. كل 6 أشهر الأمين العام يقدم تقريرا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2231 واعتمد بالإجماع، وهذا التقرير لطالما نوه بنتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تجري بعض الأعمال، وهذا أيضا يشير إلى الانتهاكات الصارخة المختلفة للقرارات غير متعلقة بالأحكام النووية. وكل 6 أشهر المجلس يحصل على هذه القائمة من الأخبار السيئة، ولكن نحن نستمع فقط إلى الأخبار الجيدة الموجودة فيها. في بعض الدول قامت بالتنويه بسلوك إيران، ولكن نحن في المجلس لقد توخينا مقاربة خطيرة، فنحن ننظر فيما تفعله إيران من خلال هذا المنظور ولا ننظر إلى الصورة الأكبر والخطر الأكبر. فإيران يجب أن تحاسب على هذه الأعمال العدوانية وغير القانونية، ويجب أن نفعل ذلك وليس العكس.